يقول هذا السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته في قضاء الحاجة، قال: هل هذا فيه جواز الكلام عند قضاء الحاجة؟ لا، ليس فيه ذلك، وإنما ما يكون من كلام في حدود ما تقتضيه الحاجة في مثل هذا المقام، مثل أن يحتاج الإنسان إلى ماء، أو يحتاج إلى مناديل، أو يحتاج إلى أحجار، ففي حدود ما يضطر إليه في هذا المقام. أما الكلام مطلقا فلا يشرع في مثل هذا المقام، والكلام الذي كان إنما هو في حدود الحاجة في هذا المقام. نعم.